نحن نستمر في الاحتجاج، نستمر في المطالبة بمطالبنا المشروعة، نستمر في فتح تحقيق. ربما قد يتساءل سائل لماذا عدتم للاحتجاج، سنقول له بكل بساطة أن مطالبنا ضربت عرض الحائط، أن الامتحان الذي مر في 2023 في دوليوز كان امتحانا حقيرا، كان مجردا يعني واحد اللعبة، واحد المكيدة من أجل طمس معالم الجريمة السابقة. نحن نقول لهم أن هذا امتحان حقير، وأننا نحن كضحايا امتحان محاماة مستمرون في هذه المعركة للنهاية، وسنصل إلى أعلى مستوى من التصعيد، لأن هذه الوزارة أبانت عن 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 أنها لا تستجيب أو لا تسمع صوت المواطنين، يعني لا تكترث للمواطن. فنحن نريد أن نسمع صوتنا من خلال الرأي العام، من خلال هذه المنابر الإعلامية يعني الشريفة. نريد أن يصل صوتنا لكل المواطنين المغاربيين، اللي يقولوا باش نقول لهم بلي الفساد في هذه الوزارة العدل راه بلغ منتهاه، وأن مستقبل طلبة القانون منعدم في ظل وزارة نقودها وهم. جينا هنا اليوم باش نحتجوا، باش نبينوا على أننا مازال مواصلين المعركة، مازال مواصلين القضية ديالنا. وبغيت غير نوضح واحد المسألة، وأنه الملف لم يطوى، الملف طوي فقط على مستوى مؤسسة الوسيط اللي تدخلات باش تحل لنا هذا المشكل. والحل ديال الامتحان الجديد كنا رفضناه سابقا على مستوى النهار اللي كان تعرض علينا مع من طرف وزارة العدل، وحنا نطالب فقط بتطبيق القانون وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. حنا ما كنطالبوش كيف ما تيقول الجميع بالأهلية المباشرة، ولا وما كنطالبوش بحلول من تحتها كيف ما كيقولوا بعض الناس. حنا كنطالبوا بحلول قانونية. واللي بغيناه يكون يكون، واللي بغيناه يكون يكون، وبالوا كلمة واحدة، وهي كلمة واحدة، وزارة وهبي فاسدة، وزارة وهبي فاسدة، وهي كلمة واحدة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.